السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم وزميلكم هاني بركات من كليات الطب في جامعة البلقاء التطبيقية السلط المركز من دفعة أيورتا. أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى راح أشرح لكم هالمادة كاملة بإذن الله تعالى على حسب شرح يعني على مادة الدكتور محمد شعبان إن شاء الله تعالى. المادة هي كثير ممتعة، تعتمد على الفهم التام، ما في داعي تحفظ أي شيء، وان شاء الله تنبسطوا بالمادة هاي. وما حطوا لكم اياها، هي كانت اصلا السنة الاولى الفصل الثاني على الاناتومي والهيستولوجي والمواد هاي، ولكن على حسب رأيهم يعني انهم هم شافوا انه من الصحيح يحطوه مع المواد الدسمة والزخمة بدل المايكرو. عموما كان الله بعونكم في هذا الفصل الزخم يعني والدسم يعني. المهم انا ان شاء الله بسم الله راح ابدأ معكم خليني اعمل سلايد شو، هبدأ معكم بهالمادة بإذن الله تعالى. خليني نحط البوينتر، هشرح لكم أول شيء شابتر 25 بشكل عام. القسم الأول حامل أقسمه قسمين، قسم أول قسم ثاني بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ما بيكون طول عليكم. بدي إياكم يا أعزائي يا إخوة الأعزاء تركزوا معي، تفهموا فهم، ما بدي حدا يحفظ إشي، هاي المادة فهم بحت يعني. الحمد لله الله أكرمني يعني وجبت علامة ممتازة بهالمادة هاي، انه اعتمدت على الفهم. اللي بيحفظ بالمادة هاي مع احترامي يعني ما راح يحقق علامات عالية، ما بحكي انه ما بينجح، بس يعني النجاح يعني بدك علامة منيحة وبدك تفهمها فهم. فركزوا لي معي، ركزوا معي بكل حواسكم وركزوا معي يا اخواني الاعزاء. راح ابدا معكم هلا بالقسم الاول من شابتر 25 بشكل عام. القسم الاول معلش، القسم الاول بيحكي عن الميمبرين بيرمابيليتي النافذية الغشائية. يعني عندي حائط جدار خلوي، تمام، في له بيرمابيليتي معينة، نافذية معينة لمواد معينة وما إلى ذلك يعني. راح أحكي لكم عن الموليكولار جريدينت، فرق التراكيز أو يعني مثلا فرق تراكيز مثلا، والترانسبورت ميكانيزم طرق الانتقال لهالمواد هاي، والايون كانلز، والاوزموزيز الخاصيه الاسموزيه، والاوزموتيك بريشر الضغط الاسموزي، والتونيسيتي مثلا زي الهايبوتونيك والهايبرتونيك وما الى ذلك، والايزوتونيك والاوزومولاريتي. وهي الشغلات هاي اكيد مرت سابقا، بس راح نشرحها بشي يعني شغلات اعمق شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام عندنا احنا الليبيد باي لير، تمام، غشاء عبارة غشاء الخلوي أو جدار الخلوي تبع الخلية. خلينا نحكي غشاء أصح، تمام، يتكون من ليبيد باي لاير، تمام، هذا هيدروفيليك هيدروفوبيك، والداخل هيدروفيليك هيدروفوبيك. ممكن نحكي لايبوفيليك، تمام، لايبوفوبيك لايبوفيليك لايبوفيليك، محب للدهون والليبيدز بشكل عام. هلا بشكل عام أنا عندي مواد معينة، عندي أيونات جلوكوز H2O يوريا نيتروجين O2 وما الى ذلك، تمام. هلا انا عندي مواد ووتر اند ووتر سوليبل سبستانس. هلا بالمنطق اللايبوفيليك، ايش يعني لايبوفيليك؟ يعني انها تحب المواد الليبيد، او مثلا خلينا نحكي المعنى الاصح الثاني انه هيدروفوبيك. ايش يعني هيدروفوبيك؟ انها ما كارهه للماء. بس ليش كارهه للماء؟ لانه الماء اصلا بشكل عام قطبي، مركب قطبي، فالمركبات القطبية زيها زي الماء، زي الأيونات، زي الشغلات هاي الأحجام الكبيرة، مركبات قطبية يعني. إيش يعني مركب قطبي؟ خليني أذكركم على السريع، مركب قطبي هاي بن، يعني مثلا هاي ذرة الأو، وهي الاتش، وهي الاتش، معلش، في عندي ذرتين الكترونين هون، تمام. المحصله راح تكون بالاتجاهات القطبيه، فحيكون عندي بولاريتي، عندي قطبيه. فعشان هيك فملخص سريع بسيط سريع مره ثانيه، الليبيد باي لاير عباره عن هيدروفيليك هيدروفوبيك، تمام، القسم العلوي هيدروفيليك هيدروفوبيك، تمام، ما بيقبل او بصعوبه بتمر ماء بيمر فيه والجلوكوز والايونات، تمام، نحط البوينتر، تمام. بينما اليوريا والان اي 2 لا، اليوريا كمان هيدروفيليك، بس انا الفكره الاساسيه بدي اوصلها انه سي او 2 والان اي او 2 والاو 2 مركبات غير قطبيه،
تخترق وبصير نفاذ، بصير عندي نفاذية عالية لهذا، النفاذية عالية لهم لأنهم غير مركبات غير قطبية وما عليهم شحنات، فبشكل عام بيخترقوا ما بيحتاجوا قنوات تساعدهم. فهي الفكرة بدي أوصلها، بينما الأيونات تحتاج قنوات بروتينية توصلهم، ما في صعب جدا عليها أنها تخترق هذا الجدار الليبيد بايلير، هذا الغشاء بشكل عام. فأنا هيك حيكون شرحي، أحكي لكم فكرة أعطيكم مراجعة سريعة عنها بشكل عام. تمام، البروتينات تعرفوا أنه تقريبا ككمية، يعني تقريبا إذا نحسب النسبة ممكن توصل 50% من مكونات الخلية إذا مش أكثر عبارة عن بروتينات. تمام، بروتينز. فبشكل عام شو وظيفة البروتينات؟ ممكن تكون انزيمز، ممكن تكون عبارة عن كانلز، ممكن تكون عبارة عن كثير شغلات، يعني ممكن تكون ستراكشرال بروتينز تسند الخلية وما إلى ذلك. بس أنا بدي أركز اليوم البروتينات بتكون مهمة من ناحية إنها إيش تعمل لي مساعدة بالنقل، يعني اعتبروا هاي قناة بروتينية بتساعد لي على نقل الأيونات مثل البوتاسيوم، ممكن الكالسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، كلور، من داخل الخارج أو من الخارج الداخل حسب فرق التراكيز. راح نتطرق للموضوع هذا بإذن الله تعالى. في عندي أنواع كثير من الأيون كانلز. تمام، هاي سلايدة مرت معنا. هلا في مظبوط، في عندي سيل ممبرين مظبوط، بس هذا لا يعني انه 100% هذول ما بيخترق، هلا الا ما يخترق، يعني الا ما كم جزيء من الايون والجلوكوز ينطلقوا للجهه الاخرى، هذا شيء وارد يعني على ما يبدو، ولكن بشكل عام مش بشكل سريع، بده وقت طويل يعني. تمام، ولكن ممكن يعني نفاذيه قريبه من الصفر، نعتبرها انه البيرميبيليتي قريبه من الصفر اذا ما صار في عندي كانال ايون كانلز او بروتين كانالز دقيق بصيغه ادق. تمام، هلا بشكل عام انا ايش بدي اياكم تفهمون هالرسمه هاي. انا جسمي انقسم عندي الى قسمين، تمام، انترا سيلولار بروتينز، انترستيشال كومبارتمنت اللي هي عباره عن هاي انترستيشال كومبارتمنت، وهاي البلد بلازما. تمام، البلد بلازما كومبارتمنت مع الانترستيشال فلويد بيعطيني اكسترا سيلولار فلويد. تمام، يعني انا الفكره بدي اوصلها التوتال بادي ووتر. تمام، راح نطرق كيف نحسبها بالقسم الثاني ان شاء الله يعني، ولكن الفكره بدي اوصلها اياكم انه التوتال بادي كومبارتمنت لواحد وزنه او كتلته 70 كيلوغرام، خليني اكتب 70 كيلوغرام. تمام، نضربها ب0.6 او 0.7 حسب، يعني تختلف من شخص لشخص كان ميل ولا فيميل. تمام، تضرب هاي الكتلة 70 كيلوغرام، تمام، تضربها ب0.6 تعطيني 42 لتر. عندك انت بالشخص اللي عنده وزنه 70 كيلوغرام عنده 42 لتر ماء. تمام، 42 لتر ماء. تمام، وعندي اكس هذا يعني بشكل عام 42 لتر ماء للتوتال بادي ووتر. طبعا نحن زي ما حكينا الجسم ينقسم الى قسمين، انترا سيلولار فلويد اللي هو داخل الخليه، وعندي اكسترا سيلولار فلويد اللي هو ايش خارج الخلايا، يعني ممكن يكون الذي يساوي انترستيشال فلويد ويساوي البلد بلازما او البلازما. تمام، فمو ديروا بالكم ممكن تيجي اسئله قويه من على هاي، مو اسئله قويه، اسئله تركي يعني، بعطيكم مثال يعني. بس انا بدي اياكم تعرفوا المعلومه، بدي اياكم تعرفوها انه الانترا سيلولار فلويد اكبر من الاكسترا سيلولار فلويد. تمام، يعني في سؤال اجانا احنا انه اذا حقنت انسان، تمام، ماده عندها نفاذيه عاليه يعني تخترق كل اغشيه الخلايا بغض النظر كانت كبد ما كبد، مش مهم شو نوع الخلايا، يعني عندها نفاذية عالية انها تخترق جميع انواع الاغشية اللي ممكن تواجهها. تمام، وايش سوى ايش السؤال بيحكي لك وين اكبر عدد من الجزيئات للمادة المحقونة ممكن الاقيها.
طبعا الطلاب يعني خف عقلهم يعني، بس لانه ركزوا كثير يعني بالسؤال بدهم اكبر عدد. انه فعليا ليش هم طب ليش تخربطوا؟ لانه انت لما تحقن الماده يكون عندها نفاذيه عاليه، راح التركيز راح يكون متساوي بالانترا سيلولر فلويد زي الاكسترا سيلولر فلويد. يعني يعني زي انك مثلا جبت 4 معالق سكر وخلطتهم قرنية مي، واخذت عينه من السطح تبع قرنية المي وقست تركيز وطلع مثلا 5، تمام، واخذت عينه من القسم السفلي تبع القنينه وطلع 5، المفروض التركيز، بس الطلاب خربطوا بين التركيز وبين عدد جزيئات. فالجواب الصحيح للمادة المحقونة أكبر عدد من الجزيئات موجودة بالإنتراسيلولار فلويد، لأنه إلى حجم أكبر منطقيا، الحجم الأكبر مستوعب عدد أكبر من المادة المحقونة. تمام، فهي اللي بدك تعرفوها، مراجعة بسيطة. أي إنتراسيلولار فلويد كومبارتمنت، تمام، القسم الأكبر من الماء موجود فيها داخل الخلايا، الانترستيشال فلويد، وهي بلاد بلازما. أيوة، هلا هون هاي الرسمة أنت بتحكي طيب إذا شو أعمدة ومش عارف إيه شو بدي أستفيدني. هلا أنا بدي أياك تركز على ثلاث شغلات. الأيون الأول اللي هو الكاتايون صوديوم كاتايون بدي أياك تركز عليه، والبوتاسيوم، والبروتينز أنايونز. تقول لي طيب إذا شو حستفيد من هالشغلات؟ يعني أنا هلا بقول لك بشكل عام الصوديوم والبوتاسيوم ايونين كثير مهمات بالنسبه لي انا، بالنسبه لاي حدا. اللي بدي اياك تركز انه هون عندي مثلا 142 145، هذول المفروض العكس يا اخوان، يعني ما عرفتش 142 المفروض هي 142 وهي 145، بس مش مهم، مش هون الفكره. تمام، هلا انت بتحكي لي بلاد بلازما تقريبا 145 والانترستيشال فلويد 142، طب ليش الانترستيشال فلويد 10؟ طيب وهون بالبوتاسيوم نفس الشيء، طيب انا ليش عندي بالبوتاسيوم هون 140 بالانترستيشال فلويد وعندي بالبلاد بلازما والانترستيشال فلويد عندي هون فقط قيمه يعني 4، قيمه كثير صغيره يعني ليش؟ وكمان بروتينات عندي يعني في اختلافات كمان، يعني عندي مثلا انترستيشال فلويد كمان عندي بروتينات اعلى من الانترستيشال فلويد وأعلى كمان البلد بلازما. طيب هذا الاختلاف، هذا الاختلاف بالتركيز يعزى إلى ماذا؟ يعني يا عزائي في زي ما بتعرفوا عنا إشي اسمه البرميبيليتي، النفاذية. بكل بساطة الصوديوم موجود بالبلد بلازما، موجود بالإنترستيشن فلويد، ما بيقدر أو بيقدر بس بكميات قليلة بفوت الخلية، نفاذية قليلة جدا. تمام، ونفس الشيء البوتاسيوم، كميات كبيرة موجود داخل الخلية ولكن صعب نسبة له انه يطلع خارج الخلية بسبب انه النفاذية نسبة للبوتاسيوم صعب جدا وقليلة جدا مقارنة للمواد الاخرى. يعني انا بدي اياك تعرفوا انه الصوديوم والبوتاسيوم نفاذية انه يدخل او يطلع وصعب جدا عليهم. نرجع للبروتينات، ليش مثلا تركيز؟ طب يعني انت بتقول لي انه البروتينات مختلفة ليش؟ انا بقول لك ليش. داخل الخلية في انزيمات، هذه تعتبر بروتينات، قنوات، بروتينات متحركة، كثير شغلات يعني، عشان هيك النسبة العظمى تعطى للانترسيلولار كومبارتمنت. طب البلد في عندنا بروتين اسمه الالبومين، ركزوا لي عليه، هذا بروتين كثير مهم، هذا الليفر بينتج لي اياه، تمام، موجود بشكل كبير بالبلد، له وظائف دوائية تاخذها الفارماكولوجي او بالسيستم اتش ال اس. المهم هلا عندي انا عش، طب ليش هون مثلا 2؟ ليش عندي مثلا انه هون بالانترستيشن فلويد بس 2 مقارنة هون 20؟ هلا بلد زي ما حكينا بين الكبد، من الكبد بينتج لي بفرز لي بروتينات اللي هو الالبومين، بروتينات تانية مش مهمات هلا تعرفوهم. المهم هلا هل البروتينات هاي تمشي بالدم؟ طب هالسؤال، هل هالبروتينات تنتقل للانترستيشن فلويد ولا لا؟ هلا هو الجواب الصحيح لا، ولكن كيف يعني؟ هلا معظم الكابيلاريز بتكون يعني متكامله، الوعاء تبعها، الجدار تبعها، النسيج تبعها بيكون ثابت مش فنستريتد مثقبة، ولكن في مثلا
بعض الأوعية الدموية بتكون مثقبة، بصير في مثلا ليكج للبروتينز هاي. تمام، طبعا لما يصير في عندي ليكج البروتينز هاي من البلد الكابيلاريز تمام للانترستيشال فلويد، في عندي جهاز اسمه الليمفاتيك بامب تمام، المضخة الليمفاوية بتضخ لي السائل الزائد الموجود بالانترستيشال فلويد الفوق الحاجة اللي محتاجه والبروتينات الزيادة، وضخ لي اياها الى السيركوليشن مرة اخرى. معلش، هاي التفاصيل تاخذوها بسيستم ال HLS باذن الله تعالى. انا اللي بدي اياكم تعرفوه بشكل عام انه البروتينات تحمل شحنة سالبة تمام، تمشي بالدم ما بتفوت الانترستيشن فلويد، واذا فاتت تكون عبارة تفوت عن طريق بورز ثقوب، والثقوب هاي بتخليها بتخلي البيرمابيليتي، بتزود بيرمابيليتي للبروتينز، بتفوت على الانترستيشن فلويد، من الانترستيشن فلويد بتطلع عن طريق المضخة الليمفاوية الليمفاتيك بامب، بتطلع بترجع للسيركوليشن مرة ثانية. تمام، هلا فعليا من البلد الانترستيشن فلود، من البلد الانترستيشن فلود ما بفوت بروتين، بس انا ليش عندي كميات كبيره؟ لانه بصير عندي ترجمه ار ان ام ار ان اي وصناعه البروتينات وانزيمز وما الى ذلك، عشان هيك عندي كثير انا بروتينات داخل الخليه. تمام، هل انت حتحكي لي هاني طب ليش هون 105؟ المفروض هاي 145 يا اخوان، ركزوا معي، هون 142. طب ليش هون تقريبا في فرق بسيط يعني بالشغلات هاي؟ انا بقول لكم ايش. هلا فعليا يا اخوان هتلاحظ انه كميه البلد بلازما بالبروتينز انايونز البروتينات السالبه اكبر من الانترستيشن فلويد، فهذا يعني انه عندي انا قوه سالبه، يعني زي فكره المجال الكهربائي اذا بتذكروا الفيزياء، يعني الشحنات الكهربائيه الشحنه السالبه تجذب الشحنه الموجبه وتعمل لي ريبلشن للشحنه السالبه. يعني بشكل عام، كل بشكل مختصر، بشكل مختصر وبسيط، البروتينات تحمل اشاره سالبه فبتعمل لي جذب لكميات صوديوم اكبر تمام، وبتعمل لي ابعاد لكمية الايونات السالبه للكلور. يعني هون بتلاحظوا انه الانترستيشن فلويد عنده ايونات سالبه اكبر من البلد بلازما لانه ما عنده بروتينات زي البلد بلازما. مرة ثانية، البلد بلازما بروتينز تحوي إشارة سالبة بتخلي البروتينات الموجودات هون تجذب الإشارة الموجبة اللي هي عبارة عن صوديوم وأيونات موجبة أخرى، وتعمل لي إبعاد للكلور اللي هو إشارات السالبة اللي بتعمل لي ريبلشن من هاي الجهة للجهة هاي. تمام، عشان هيك بصير في عندي فرق بالتراكيز بين هالمواد هاي، هذا يعزى إلى تأثير داون أو يسمى تأثير داون. مرة أخرى، بروتينات سالبة تجذب بروتينات آسف أيونات موجبة، هذه الأيونات الموجبة بتكون بالدم أكبر من الانترستيشال فلويد، والانترستيشال فلويد بتكون للأيونات السالبة أكبر كمية من البلد بسبب إنه البروتينات بتكحش لي الأيونات الكلور إلى الانترستيشال فلويد. أرجو تكون الفكرة وصلت يا إخوان. هاي هي يعني إذا أنت فهمت هاي تقريبا تكون فهمت نص المحاضرة أنت يعني. طبعا هاي الشغلات لازم تكونوا ملمين بيها، يعني إنه طبعا هاي هذا المقياس across an artificial lipid bilayer، يعني هذا إذا كان ما عندي لا كانلز ولا عندي بروتين، ما عندي قنوات وما إلى ذلك، يعني هذا إذا اعتمدنا على lipid bilayer wall. طبعا بنلاقي انه الماء بالمركز الاول تمام، واليوريا المركز الثاني، جليسرول اللي هو نوع من انواع الدهون او ينتمي للدهنيات، الجلوكوز سكر، الكلور ايون سالب ايون موجب وكذا وما الى ذلك. بدكم تعرفوا الجدول هذا، تعرفوا القيم، يعني اعرفوهم ولا مش حفظ ارقام؟ طبعا مع دكتور احمد شعبان نادرا ما يطلبونك شيء تحفظه. هاي تكرار للصورة، خارج الخلية الصوديوم تكون أكبر من داخل الخلية، والبوتاسيوم العكس إذا بتلاحظوا من أيام التوجيه معروفين هاي الشغلات هاي. طبعا داخل الخلية بروتينات أكثر من interstitial fluid، هون مقصود هون interstitial compartment تمام. هلا أنا عندي هون مفهومين لازم تعرفوهم، مفهوم اسمه الانتشار diffusion، مفهوم اسمه الactive transport. هلا شو الفرق؟ يعني بشكل عام بشكل ملخص، هاي تعتمد على فرق التراكيز
وهي تعتمد على الـ ATP أو الطاقة، تعتمد على الـ ATP أو الطاقة. ممكن استخدم الطاقة طاقة ميكانيكية أو طاقة فرق تركيز، راح أحكي لكم عنها بعدين يعني. تمام. هلا diffusion occurs down concentration gradient، يعني مثلا هذا حائط هون عندي 10 مولر، تمام، هون عندي مثلا 5 مولر. الحركة الديفيوجن للمادة هاي، مادة اكس مثلا، مادة اكس راح تنتقل من اليسار هون الى اليمين بحكم انه هالكمية هاي اكبر. تمام، هاي هي الفكرة. الديفيوجن زي فكرة لما انت تطبخ عطر تكون تركيزه عالي جدا جدا، بعدين لما بعد دقيقة تعطيه وقت بينتشر بجميع الأوضة. يعني مثلا بكون واحد قاعد بعيد عنك 10 متر بتشمه، خاصة إذا تحممت مثلا بالعطور هاد، خاصة إذا جايك هدية ولا تبع أخوك الصغير ولا الكبير يعني. فأنت شو بتصير تستغل أخوك وصير تبخ بالعطور وتستغل ضعفه. يعني مثلا أنا أخوي الصغير بتحمم بالعطور تبعي، والله أنا درويش حقت حالي. عموما هاي خصوص الديفيوجن. والإشي الأهم والأساسي إنه ما في حاجة لأي طاقة، no additional energy. تمام، هاي إيش هاي بدي إياك تركز لي عليها. تمام، أما الـ active transport occurs against concentration gradient، occurs against concentration gradient. كيف يعني؟ بزبط، نرجع على المثال. مزبطش، خليني أعملكم مثال تاني. نفس المثال هذا 10، تمام، 10 مولر، وهذا 5 مولر مادة اكس، مادة اكس. هذا شو بيعمل؟ بالعكس، بدل ما تصير حركة من اليسار الى اليمين، تصير الحركة هيك عن طريق الاكتف ترانسبورت. بصير في عندي مضخة، مضخول لك 5 هذول، تمام، بصير عندي هون 15، هون بصير عندي 0. تمام، وهي طبعا بصير عندي او تحتاج ATP، يعني يشترط وجود ATP. بس فعليا ما بصير صفر يعني، بس انا اعطيتك مثال تقريبي عشان تفهم الفكرة الاساسية. يعني بشكل عام لخص لك الموضوع كله. خليني امسح هاي. عندي نوعين من النقل، ترانسبورت فاسيليتيز يعني، او ترانسبورت تايبس. التايب الاول اللي هو الديفيوجن عن طريق الفرق التراكيز بشكل اساسي، لا يستهلك الطاقة. الاكتف ترانسبورت يستخدم الطاقة، وعادة عكس اتجاه التراكيز، يعني عكس الكمية، يعني عكس هاي. تمام، وتحتاج طاقة. يعني هذول بيعتبرهم من عكس بعض، هذول المثالين يعني. تمام، هلا عندي نوعين من الديفيوجن، عندي سيمبل ديفيوجن وعندي فاسيليتد ديفيوجن. تمام، هلا سيمبل ديفيوجن عن طريق الليبيد سوليبل مول، يعني عن طريق الممبرين، اكروس ذا ممبرين، يعني ما في حاجه لاي بروتين ناقل، اي كنال، اي شيء يعني. بكل بساطه عندي هاي مثلا اكسجين او CO2 بيخترق وبيطلع لبرا، بفوت لجوا اللي بدك اياه يعني، ما في اي حاجه. ممكن الماء احيانا يفوت ويدخل يعني. تمام، يعني هاي هي. او مثلا اذا عندي مثلا ثقب كبير مثلا بالخليه مثلا، ممكن المي تفوت تطلع برا، اليوريا وما الى ذلك. هاي سيمبل ديفيوجن بشكل بسيط. الفاسيليتد ديفيوجن من اسمها صار عندي زي انه مساهمة، مساعدة. تمام، انا حطيت اشي بيساعد النقل. هاد مواد مثل اعتبروا هاد الاصفر ايونات صوديوم، تمام، دي افوتها لجوا عن طريق بروتين كنال، تمام، او كارير بروتين. تمام، اخذت الفرق بيناتهم بيولوجي، او ما مش مهم هلا تعرف شو الفرق. انا بدكم تعرفوا انه بيكون عندي كميه معينه، يعني هي زيها الديفيوجن، بس انه اللهم بيكون في عندي بروتين كانال بيساعدني. يعني هاي مواد عاده بتكون قطبيه بولر، زي الصوديوم ايونز، كالسيوم، بوتاسيوم، من برا لجوا، جوا لبرا، يعني بشكل عام بيكون في إشي بيساعدني. تمام، فاسيليتد ديفيوجن. هلا في إشي اسمه عندي في ماكس اوف ذا كارير بروتين. تمام، هلا في مصطلح، هلا في رسم لقدام بشرح لكم اياها. هلا بتلاحظوا هذا الخط المستقيم اللاينر، تمام، او اللينر.
linear line. تمام، هذا يعبر عن السمبل ديفيوجن. نحن نلاحظ انه بازدياد كل ما زاد الكونسنتريشن بيزيد الريت اوف ديفيوجن، على ما يبدو انه الى ما لا نهايه او الى رقم كبير. تمام، اكيد يعتمد على فرق التركيز، وهي تعتمد على فرق التركيز. بينما الفاسيليت ديفيوجن هذا الخط الفي ماكس ثابت. طب ليش؟ انه بكل بساطه له عدد، يعني زي مثلا عندك مثلا هالخليه هاي، خليني ارسم لك اياها. هالخليه هاي بيضاويه هاي عندها 10 قنوات، تمام، من هذا النوع. تمام، اذا انت فتحتهم كلهم هل الرتم راح يزيد؟ لا، لانه انت فاتحهم كلهم وبعلى اقصى حاجه الريت اوف ديفيوجن راح يضل ثابت. تمام، يعني مثلا زي ما تفتح نفيه المطبخ تبعيتكم اقصى شيء، تمام، راح يكون الى حد، ما فيها تفتح اكثر هيك، انه خلاص هذا حدها. تمام، نفس الفكره هاي. تمام، نفس الفكره هاي، ما اعرف شو مشكلته هاد. ايوه تمام. ف بشكل عام مبسط عندي سمبل ديفيوجن تقريبا الى ما لا نهايه، ما في شيء لا ما لا نهايه يعني، ولكن كميه اكبر بكثير، ما في ليميت محدده، لانها انت عم تحكي عن جدار خلوي كامل، يعني في مليار ثقب فيه، يعني عادي ممكن من هون يجي ديفيوجن من هون من هون، يعني خصوصا السي او 2 والاو 2 والشغلات هاي، يعني انا احكي رياضيا احنا منطقيا يعني. تمام، بينما الفاسيليت ديفيوجن بكون عندي انا محكوم بعدد معين من القنوات، عدد معين من الحنفيات اللي بتسمح لي دخول او خروج هذه المواد. هلا الشغلات اللي بتاثر لي على الديفيوجن، تمام، شغلتين اساسيات ركزوا لي عليهم، اللي هي الكونسنتريشن ديفرنس، منطقي جدا، من الاكبر للاصغر، عارفين هاي فرق التركيز شرحت لكم اياها انا. وعندي البريشر ديفرنس، كيف يعني؟ اذا انتم بتذكروا الفيزياء الطبيه اخذتوها انه اذا ما عندي فرق بين الضغط ما بصير في عندي حركه فلو بلد، مثلا ووتر فلو، فلويد فلو، ما بصير عندي. تمام، يعني اعطيكم مثال بسيط. تمام، انه كل ما زاد البريشر ديفرنس او فرق الضغط، كل ما زاد عندي كل ما زاد عندي قوة الديفيوجن أو زاد عندي رتم الديفيوجن. يعني مثال بسيط، يعني أعطيك مثال، هاي إبرة، تمام، مش فنان أنا للأمانة يعني، تمام، سيبكم من الحكي هذا يعني، بس مهم يعني رسمي على هي علينا. تمام، هاي إبرة، هاي الكبسة هون، تمام، مليته بسائل معين أنت، تمام، وهذا دخلتها جوات واحد، ماذا تعطي ابره مطعوم، يعني عليك تعطي ابره مطعوم صيني سينوفارم. انا يا اخوان اخذت مطعوم صيني سينوفارم، اخذت الجرعتين الحمد لله الله اكرمني يعني. تمام، مو زيكم فايزر يعني، انا يا عمي بحبش الراسماليين، انا انسان ولا الشيوعيين بحبهم، بس انه خلاص بحبش الامريكان. يا رب الله، يا رب الله يرزقني رحله امريكا. عموما فانت لما تضغط بتولد ضغط بريشر، فالبريشر هذا راح يؤدي الى انه السائل هذا يتدفق بقوه وشده عاليين وبتوزع. يعني بشكل عام لما انت تجيب سرنجه وتكبسها اذا تعبيها مي وتكبسها، بفضل البريشر، فرق البريشر اللي صار عندي، صار في عندي بلد فلو، اسف مو بلد فلو، صار عندي فلو، فلويد فلو، مطعوم فلو، وشو بدك اي شيء. فهمت علي؟ يا رب تكون الفكره وصلت يعني. تمام، والله مش فانا الحمد لله يعني، الله اكرمني ونجحت توجيهي بالخط هذا يعني، الحمد لله على كل حال يعني، والله ماني عارف كيف نجحت توجيه على الخط هذا، الحمد لله، والحمد لله انه MSK دوائر امتحاناتنا. فان شاء الله تكون وصلت الفكره. المهم هلا انا عندي شيء عندي اكتف ترانسبورت وزي سمبل ديفيوجن، زي ما انا عندي تو تايبس اوف اكتف اوف سمبل ديفيوجن، انا عندي اكتف ترانسبورت two types. عندي البرايمري اكتيف ترانسبورت الذي يعتمد بشكل اساسي على الاي تي بي، والسكندري اكتيف ترانسبورت الذي يعتمد على الطاقه ولكن مش طاقه جاهزه، طاقه من نوع اخر، يعني زي فكره الطاقه عارفين هاي التوربينات الهوائيه لما انتم تحركوها، تمام، واي تبع الطاقه الهوائيه هاي،
يعني طاقة هوائية، بيجي الهواء بيحرك لي التوربينات، المراوح هدول بحطوها، والحركة المروحة هاي بتعمل لي طاقة، والطاقة هاي بستخدمها مشعل ضوء وطبخ وما إلى ذلك يعني. فأنا اللي بدي إياك تعرفه إنه نفس المبدأ، ولكن في اختلاف أكثر من هذا الاختلاف اللي حكيته، بس حبيت أقرب لكم الفكرة يعني. هاي طاقة جاهزة وهاي طاقة مش جاهزة، طاقة من نوع آخر يعني ميكانيكية، أفهمكم إياها يعني. هلا خلينا نحكي عن البرايمري اكتف ترانسبورت. اكثر مثال مشهور عليها وانتم عارفينها من وقت التوجيهي اللي هو الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي از بامب، مضخة الصوديوم بوتاسيوم. هاي يا سيدي تستهلك اي تي بي، تمام، بتعمل لي بالانس. بقول لك plays an important role in regulating osmotic balance by maintaining sodium and potassium balance، تمام، وريكوايرز 1 تو 2 ثيرد اوف ذا سيل انرجي. طبعا تستهلك طاقه كبيره، وانه اصلا هاي المضخه منتشره بجسمك بشكل كبير، منتشره بالنيورونز، منتشره بالمسلز، منتشره بكل جسمك يا زلمه. هاي هلا في اشي اسمه سيل سويلينج اند بروست. طيب هاي شو يعني، شو قصده؟ هلا يا سيد العزيز انا بدي اعطيك شويه باثوفيسيولوجي، اعطيك باثوفيسيولوجي، راح تمر معك الباثولوجي هاي. معلش هذا خليني ارجع. تمام، هلا عندي انا معلم خليه وضع طبيعي مربع، هي طبعا مش سلول هي، بس انا عشان اقرب لكم الفكره. عندي هالمضخه هاي بتطلع لي 3 صوديوم لبرا، خليني اغير اللون، ودخلي 2 بوتاسيوم لجوا، تمام، اي تي بي تستهلك، تمام. هلا هون بيقول لك صار عندي سيل سويلينج اند بروست تنفجر. طيب ليش؟ تمام يا سيد العزيز، في شيء اسمه ابوبتوسيس او سيل نيكروسيس. تمام، هلا ايش يعني سيل نيكروسيس او ابوبتوسيس؟ الابوبتوسيس هو الانتحار الخلوي وفق برنامج جيني معين. الخليه نفسها بتشوف حالها، اذا انا عندي مثلا دي ان اي تبعي صار له الدمار، اجى اشي دمر لي اياه مثلا، بصير بدها تلقائيا تدمر حالها. او مثلا السيل ميمبرين اتمزق بشكل كبير نتيجة لتفاعل مناعي او تفاعل مع بكتيريا، هجوم مناعي وما الى ذلك، او تروما، تمام، هاي بنسميها وتعمل هي ابوبتوسيس، تمام، ولكن هي حتموت بالنكروسيس يعني بشكل عام. هلا هالمواضيع هي ما مش مطلوب منكم ابدا ابدا، بس هي اللي حابب يستزيد، وراح تمر معكم بالباثولوجي، انه الابوبتوسيس هو انتحار خلوي، بينما النكروسيس هو ان انت تقتل الخليه، تمام، على طول، كتروما، انفلاميشن، فري راديكلز، سايتوكاين ستورم، بصير في عندي تفاعل مناعي ضخم وما الى ذلك. المهم مش مهم هالاشياء. اللي بدي اياك تعرفه انه انا اذا قطعت عن الخليه الاكسجين، تمام، راح تبطل تقدر تصنع اي تي بي، واذا بطلت تقدر تصنع اي تي بي راح تبطل تقدر تعمل توازن بين البوتاسيوم والصوديوم. هذا يؤدي لي اذا يصير في عندي خلل بالتراكيز، تمام، وصير في عندي سويلينج، يصير الماء بيروح من الخارج الى الداخل، يصير عندي سويلينج، هي من المؤشرات التموتية الاولية، تمام، يصير عندي سيل سويلينج، يصير هيك شكلها، تنتفخ الخلية، يصير في عندها شغلات ثانية يعني انا ما ناسيها الباثولوجي، تمام، تتنفخ الخلية، تنفخ، بصير النواة تتغير، تنكمش، تتفكك، تمام، بعدين بصير في عندي اعلان الابوبتوسيس، بعدين بتموت. او مثلا ممكن يصير عندي نكروسيس، او مو يعني اسباب كثيرة، ما بدي اخششكم بالتفاصيل هاي، راح تعرفوها كله ات قريب يعني مع دكتور حمد سغبيني، تمام، راح تعرفوا كل هالتفاصيل هاي، بس انا حبيت الفت نظركم انه ليش بصير في عندي سويلينج وما الى ذلك يعني. ليزر بوينت. فهاي هي، ان شاء الله ما اكون عقدتكم. هلا انا عندي سكندري اكتف ترانسبورت، تمام. هلا سكندري اكتف ترانسبورت يا سيد العزيز، ايوه، هلا هذا فكرته حلوه،
انه هو معلش هذا تمام هلا ركز لي على الكود ترانسبورت تمام. هلا انا مثلا سكندري اكتيف ترانسبورت حكينا انه ما بيستخدم طاقه تمام. بس خليني اجيب لك رسمه احسن. ما في رسمه احسن؟ فيش رسمه احسن تمام. هلا زي ما حكينا نحن انه هذا ما بيستخدم طاقه. خليني احط لون اسود بلاك تمام. هلا شوف يا عزيزي اعزائي الطلبه شوفوا يا زملائي يا احبائي شوفوا هلا هون عندي صوديوم كثير. هذا خارج هون اوتسايد اوت وهي انسايد تمام. هون في عندي صوديوم كثير صوديوم 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 وزي ما بتعرفوا في شويه صوديوم جوا بتكون بس مش كميات قليله يعني تمام. هلا انا اللي بدي اياكم تعرفوا ما تتخربطوا بينه وبين الفاسيليتي ديفيوجن. اوكي بصير في عندي انتقال من الصوديوم هون الى الداخل بفرق بخاصية السيمبل ديفيوجن. بس في اشي ثاني بصير عندي بمر في عندي مادة ثانية بتمر معها بنفس الاتجاه. يعني مرة ثانية خليني اشرح لك اياها توصل الفكرة. الصوديوم ما بيرتبط مع البروتين هاد الا اذا ارتبط الجلوكوز نفس البروتين نفس اللحظة. اذا الصوديوم مر لتحت الجلوكوز بده يمر لتحت ممكن يمر لفوق بس بدي اوصل لكم الفكرة. يعني بشكل عام مش انا حكيت لكم انه secondary active transport فكرته زي فكرة الطاقة الهوائية. لما انت تحرك المروحة عن طريق الهواء بتولد لي طاقة. هاي الطاقة الحركية خلت لي انه الجلوكوز ينتقل الى الداخل من الخارج الى الداخل. فعليا تركيز الجلوكوز داخل الخلية على الاغلب اكبر من الخارج تمام. بس مش مهم الفكرة. الفكرة بوصل لك اياها انه انا استخدمت فرق تركيز مادة معينة عشان ادخل مادة ثانية. بينما لا تخربطوا الله يخليكم الله يرضى عليكم ما تخربطوا بينها او بين الديفيوجن بين فسريات الديفيوجن. هي اوكي بتشبهها بس مو نفسها ابدا. هون ما بنستهلك ATP نحنا. السكندري اكتيف ترانسبورت استهلك طاقة طاقة فرق التركيز عشان انقل مادة ثانية مش هالمادة. انا هدفي مش انقل الصوديوم انا هدفي انقل الجلوكوز. انه فعليا اصلا انا عندي مضخة اللي هي هاي اصلا هي حكينا عنها صوديوم بوتاسيوم بوم اللي هي اصلا عم تضخ لي اياه برا. فانا ليش اتعب هاي ليش اضع يعني ليش انا اضيع طاقة اذا انا اصلا ماني بحاجة للصوديوم يفوت لجوا. انه فعليا انا بحاجة انه جلوكوز يفوت جوا. طب هذا الجلوكوز ما بيفوت الا اذا عملت له هذا النظام. هذا عندي برا كثير صوديوم طب ما استفيد منهم ليش ما استفيد منهم. ف بستخدم الصوديوم هذا كفارق تركيز وبصير في عندي فيوجن لتحت تمام وبصير عندي انتقال للجلوكوز لتحت تمام. فهي هي الفكره تمام. عمل تكاملي هذا يعني اثنين بيشتغلوا مع بعض البرايمري والسكندري شغلتين متكامل يعني بيتكاملوا مع بعض انتجرال يعني تكامل شيء تكاملي تمام. خليني امحي واشرح لكم على السريع يعني بشكل عام. هلا في مصطلح اسمه كو ترانسبورت ليزر بوينت تر. يعني يصير كو ترانسبورت انه مثلا المادتين يروحوا بنفس الاتجاه سيمبورت او كو ترانسبورت تمام. في اشي مصطلح تاني اللي اسمه الانتيبورت. انتيبورت المادة هي تروح هيك والمادة الثانية اللي بدك تدخلها معلش عكس الاتجاهات. مرة تانية السيمبورت مادتين بدك تدخلهم عن طريق السكندري اكتيف ترانسبورت تمام يكونوا اتجاههم نفس الاتجاه نفس الطريق. بينما الانتي بورت تمام الكو ترانسبورت انتي بورتر تمام بورتر تمام بيكونوا عكس بعض. هاي بتروح للخارج هاي بتروح للداخل. هاي هي الفكرة اللي بدي اوصلكم اياها يا اعزائي بدي احكي لكم اياها تمام تمام. هلا هاي خلينا نحكي انها مراجعه الافكار كلها اللي حكيناها. هلا هاي انتم بتاخذوها ان شاء الله بالجي اي سيستم. هاي اللومن هاي الانتستاين اللومن تمام. هاي التجويف اللي عندكم الامعاء انتم خليني انتم اخذين هيستولوجي المفروض مر عليكم يعني الشرح بس مش غلط. عندكم الامعاء هيك هيك شكلها تمام. وهون
بكون شكلها مجوف، بعرفش لما أنا ترسمها بكون تجويف. فهذا التجويف، تمام، هذا التجويف تبع الأمعاء عبارة عن هاد، تمام. إن شاء الله يعني فكرة توصل، بس مش مهم لا تعرفوا أنتوا الأناتومي، يعني حيمر معكم كله آت قريب يعني، تمام. الآن بدي أشرحكم إياه كالآتي. عندي جلوكوز صوديوم بدكم إياه يعني بفوت، تمام. هلا كيف بفوت؟ في عندي اللي هو حكينا هذا اللي هو الجلوكوز صوديوم ترانسبورتر، استخدم السكندري ديفيوجن، اسف سكندري اكتيف ترانسبورت. اثنين صوديوم بفوتوا، واحد جلوكوز بفوت. هاي بنسميها نحن السيمبورت، هيها استنى شوي، سيمبورت، تمام، نفس الاتجاه. لازم اثنين صوديوم يفوتوا واحد محور جلوكوز، تمام. بتفوت جلوكوز والجلوكوز بيطلع للدم، تمام. هذا ايوه مره ثانيه خليني راجع لكم. هاي اللومن، هاي الانترستيش، هاي الخليه، وهي الدم والانترستيشال فلويد، تمام. مش مهم تركزوا لي على مو مركزوا لي انه الجلوكوز بفوت عن طريق السكندري سكندري اكت ترانسبورت. طبعا هاي الشغلات مو مطلوبه معكم، هاي رسمة انا جبتها من الانترنت، بس ملخص بسيط، تمام. بدك تفهم، انا ما بدك تحفظ، تمام. براجع لك معلوماتك. هاي سكندري ديفيوجن، تمام، سيمبورت، تمام. بتفوت جلوكوز عن طريق الفاسيلة ديفيوجن، بيروح من الانترسيلر فلو من داخل الخلية الى خارج الخلية عن طريق الجلوكوز كانال بروتين، تمام. هلا في عندي اللي هو هذا الاكتيف ترانسبورت، وفي عندي البوتاسيوم كانال، تمام. هلا انا عندي هون بصير في عندي صوديوم، عشان دخلت جلوكوز بفوت معي صوديوم. طب انا الصوديوم بدي اطلعه عشان ما يصير في عندي تركيز صوديوم عالي، يصير في عندي السل سويلينج. احنا حكينا انه يعني زي مبدا الهايبرتونيسيتي، هاي بصير هايبرتونيك، بصير ما بده يفوت يعوض التراكيز. بس خليني مره تانية افهمك. دخلنا الصوديوم، دخلنا جلوكوز، جلوكوز الله معك طلعت. عندي انا هلا الصوديوم، هلا عندي تراكم الصوديوم، وانا بدي اخلص منه. كيف بدي اخلص منه؟ عندي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي از بومب، طلع الصوديوم، ثلاثة صوديوم تو بوتاسيوم لبرا، حلو هيك. عشان هيك اذا انا هي تعطلت عندي، بصير في عندي البوتاس الصوديوم بيعلق عندي، بصير في عندي سيل سويلينج، بتنتفخ الخلايا، تمام. ممكن يصير في عندي اديما يعني، ولكن مش هالفكره اللي وصلكم يعني. اديما شيء اعمق كثير يعني من هيك، تمام. وفي عندي البوتاسيوم كانال عن طريق الفاسيلة ديفيوجن بتطلع من الداخل للخارج، تمام. وبتلاحظوا مثلا انه طب انا اذا انا عم طلع البوتاسيوم لبرا، طب ايش عم داخله؟ عشان اقدر اتخلص من الصوديوم اللي برا، انه انا مش قادر اتخلص منه الا بالطريقه هاي، تمام. فمختصر مفيد، عندي الجلوكوز مع الصوديوم بفوت، لازم الجلوكوز مع الصوديوم. اذا ما عندي صوديوم او ما عندي جلوكوز ما بفوت الجلوكوز ولا الصوديوم لجوا، تمام. هذا اللومن، تمام. صوديوم جلوكوز سيمبورتر او كو ترانسبورتر اللي بدكم اياه بفوت. جلوكوز الله معك حياك الله بتطلع برا، الصوديوم بتفوت عن طريق الصوديوم مضخه الصوديوم بوتاسيوم تطلع لبرا، الله معك حياك الله. والبوتاسيوم بيدخل لجوا بعدين بيطلع دوره عشان اقدر اتخلص من الصوديوم. انه اذا انا سديت هاي مثلا سديت البوتاسيوم كانال، تمام، راح يبطل في عندي الصوديوم البوتاسيوم لبرا، فهي المضخه راح توقف. اذا وقفت المضخه هاي راح يصير في عندي سيل سويلينج، ممكن يصير في عندي انفجار، يصير عندي نكروسيس، تمام. يعني مثلا اذا الدكتور محمد شعبان جاب لكم شرح لكم ركز لكم على هاي القنوات هاي مثلا، تمام، وجاب سيرتهم يعني ركزوا عليهم الله يخليكم يعني، عشان يعني ممكن يجيب لكم اسئله حلوه زي هيك يعني. مثلا ممكن يجيك سؤال، تمام، بس هذا السؤال يعني ممكن باثولوجي يجي، خلاص انسوا مش ضروري تعرفوا يعني، بس بشكل عام شرحت لكم الفكره يعني. وهي التايت جنكشنز من الفيسيولوجي مفروض عارفينها يعني انتوا يعني، بس انا ما بدي اعجقك، انا خايف احكي شيء واعجقك، فخلص هذا مطلوب منكم ان شاء الله، ما في شيء زياده ان شاء الله. طبعا خلصنا الترانسبورت، هسه حنستخدم القسم الاول. القسم الثاني ان شاء الله اسهل بهيك بكون، لا في دسام اكثر بس مش هيك. هذا القسم الاخر من المحاضره الاولى بسيط، شو معرفها كلنا، اوزموزز معرفها، اوكيز فروم بيور ووتر تو ذا ووتر سولت سوليوشن، الخاص الاسموزي مين ما بيعرفها يعني.
الأوزموتيك بريشر هو الضغط اللازم لمنع تدفق الماء من التركيز الأقل للتركيز الأعلى. يعني هون عندي هايبوتونيسيتي، تمام، هايبو تمام، وهذا هايبر. تمام، أنا إذا ضغطت بالاتجاهات تمام بقوة تساوي قوة تدفق المياه من الهايبو، معلش بس هذا بتحرك لحاله ما بعرف ليش في مشكلة، بس مش مشكلة يعني. تمام، اتجاه المياه هيك، هذا الأوزموتيك بريشر. تمام، الضغط أنا اللي ممكن أولده عشان أمنع التدفق من هالناحية. يعني بشكل عام أنا عندي هايبرتونيك. الهايبوتونيك بده يدفع لي الماء من الجهة اليسرى هاي إلى الجهة اليمنى. تمام، هاي بنسميها نحن أوزموزس، خاصية الأسموزية. طبعا أنا إذا عملت ضغط منع لهالحركة هاي بنسميها الأوزموتيك بريشر. هاي الفكرة بدي إياكم تعرفوها يعني. مش عم تمسح، تمام، حط الليزر بوينتر، انتقل الى البعدية. تمام، هلا انا بشكل عام اي انتو ما خدتوش كيمستري 101 يعني او 106، تمام، بس بشكل عام التوجيه بتعرفه انه كونسنتريشن او التركيز على الجرامات على الحجم، تمام، بيعطيني كونسنتريشن. تمام، ففعليا انا لما اقسم 100 الموليكولار ويت بيعطيني مولاريتي، يعني اسف مره اخرى، المولاريه تساوي عدد الجرامات على الوزن على الوزن الكتلي، على الكتله الموليه، موليكولار ويت. يعني 100 جرام تقسيم 100 يساوي 1، وهون 1000 جرام تقسيم 1000 جرام يساوي 1، نفس الحجم نفس الاشي. يعني بشكل عام اللي بدك تعرفه انه ما تنخدع بعدد الجرامات، تمام، ما بدك تنخدع بالحجم، وما بدك تنخدع بالموليكولار ويت. يعني مثلا هذا الدكتور سألنا، يا كنا بالقاعة لما قبل الكورونا سألنا فيكم كيف حركة المياه ممكن تنتشر من اليمين واليسار. طبعا ما شاء الله الطلاب أبدعوا، يعني كل واحد حاول يبدع من عنده الحمد لله يعني. ولكن اعرف اي سؤال الدكتور بيسألك يا تشوفوا انه جواب صح في وراه اشي مبرشم بيكون، تمام، زي انه فخ مبرشم. فطبعا طلع انه جواب ما في حركة مياه. ليش؟ لانه ما شاء الله 100 جرام على 100 موليكولار ويت يساوي 1، سبحان الله، 1 مولر، وهون سبحان الله 1000 جرام تقسيم 1000 جرام سبحان الله مرة ثانية يساوي 1 مولر. اذا صار في عندي هون ايزوتونيك سوليوشن، هون ايزوتونيك سوليوشن، ايه ايزوتونيك سوليوشن، بي ايزوتونيك سوليوشن. ففعليا التراكيز متساوية. هلا انا بدي اياكم تعرفوه هون يا اعزائي انه الخلية من هذا الحكي كله، الخلية تقريبا من 270 ل 290 ممكن توصل 300 ملي اوزمون حسب كل كتاب كل اشي. يعني 270 شفت اعطاك يا 300، قربها 300 يعني، هي بشكل عام 300 او 270 حسب شو بيعطيك هو. تمام، فهلا التركيز اللي بيحدد لي تركيز الخليه الايون او الماده اللي بتحدد لي تركيز الخليه الصوديوم. ليش؟ لانها هي الاكثر انتشار، اكثر نفاذيه، يعني اكثر تواجد. يعني انت الصوديوم موجود اكثر شيء بجسمك، يعني هو اللي بيحدد التركيز. يعني مثلا انت ما تاكل اكل دسم من مليان ملح بتعطش بسرعه، انه التركيز الدم زاد تبعك فبده يصير يعوض سوائل، فانت بتحتاج سوائل. يعني هاي هي الفكره. هلا في عنا ايزوتونيك ما بصير في عنا تغيير، هايبرتونيك اذا كانت الخلية اذا كان السائل خارج الخلية هايبرتونيك. تمام، خليني اشرحكم اياها عشان ما تنعجوا. تمام، هاي كاسة مليناها سائل، الخلية لون ثاني، وهاي خلية، تمام، هاي 300
مش لازم اكتب لكم الرقم، بس خليني تمام 300 ملي مولار او مولار، ملي مولار طبعا ملي مولار. تمام، انه دير بالك ممكن يجيب لي يلخبطك بالوحدات القياس، فركزوا لي عليها. تمام، 300 ملي مولار او 300 مولار بدك اياه، مش حتفرق معي كثير حاليا، خلينا ملي مولار. هي ام صغيرة عشان الفيزيائيين تبعت اندورفينز ما يطلعوا ليش هلا يعني. مولر تمام. حط تمام ليزر بوينتر تمام. هلا ايزوتونيك يعني هاي 300 ملي مولر اللي هي الخلية، بدها تكون اذا قال لك ايزوتونيك خارج الخلية، ايش يعني ايزوتونيك؟ يعني هاي السائل خارج الخلية يساوي داخل الخلية، يعني هاي كمان 300، فهي ما بصير في عندي تشينج. هلا اذا قال لي السيل شرينكس، بدي افهم انه الخارج بده يكون فوق ال 300، يعني مثلا بده يكون 400 مثلا، 350 بدك اياه. تمام، هذا في حال كان هايبرتونيك، هذا السائل، هذا طبعا السائل مش الخلية. تمام، هايبوتونيك بده تكون مثلا 200 القيمة، يعني هاي هي. تمام، سيل سويلينج بصير من انتقال من الخارج الداخل، انتقال المياه يعني. حط لي ذا بوينتر. هلا في عندي مفهوم اسمه ايزوماتيك، تمام، وعندي هايبر اوزموتيك وعندي هايبو اوزموتيك. هلا هدول مفاهيم الله يرضى عليكم راح اشرح لكم اياها، بس ممكن تنعجقوا شوي، بس لا تنعجقوا الله يخليكم. هلا ايش يعني هايبر اوزموتيك؟ تمام، هلا خليني امسح لكم اياهم، اشرح لكم اياهم الريز، اشرح لكم، امسح امسح هاد امسح هاد امسح هاد. تمام، خليني اسود عشان لون الكاسة. هاي 300، تمام 300. تمام، هلا حكينا انه الكمية الكبرى من الجسم ماء الايون اللي بحدد لي التونيسيتي او اللي حدد لي الوضع اذا كان هايبرتونيك ولا هايبوتونيك وما الى ذلك، اللي هو الصوديوم زي ما حكينا هون. هون حكينا تمام، لا اله الا الله. هلا فعليا اشرح لكم اياها، خليني اشرح لك قدام، خليني اشرح لكم اياها لقدام، اشرح لكم اياها بالرسمي هاي. استنى شوي، ايوه تمام. هلا انا هالرسمة اكبركم هاي. هلا السؤال بقول لك is it isotonic or isoosmotic؟ تمام، خليني اكبر لك الصورة اشرح لك عليها انه ما تنعجقوا يا اخوان الاعزاء. كبرها معلش. وين نحنا؟ الحمد لله قربنا نخلص الاخ. تمام، هلا انا بدي اياك يا سيد العزيز تركز معي. هلا كل حكينا كان نحن هون عن البيرميبيليتي، الصوديوم لها بيرميبيليتي معينه، البوتاسيوم له بيرميبيليتي معينه، الجلوكوز، اليوريا، كل شيء له بيرميبيليتي معينه. تمام، هلا في مصطلح زي ما حكينا هايبرتونيك هايبوتونيك ايزوتونيك، هاي كلها نطلق عليها المصطلحات هاي نعرفها. مثلا هاي الحاله هي هايبرتونيك وهي هايبوتونيك، ليش؟ لانه انا حاطط سيلكتيف بيرميبل ممبرين سيلكتيفلي، يعني ما بيخلي اي شيء يفوت. تمام، لو افترضنا انه هاي صوديوم تمام وهاي صوديوم تمام، هاي هايبرتونيك سوليوشن، الصوديوم ما بيمر، حاط انا غشاء بيمنع لي الصوديوم يمر. تمام، وهون الصوديوم كان بيقدرش يمر، بطبيعه الحال هاي هايبوتونيك وهاي هايبرتونيك. تمام، حركه المياه من اليمين الى اليسار، هاي مفهومه، هاي عارفينها انتو كلكم. هلا في مصطلح جديد شيء اسمه هايبر اوزماتيك وهايبو اوزماتيك، هاي انت بتطلقها على اي ماده سواء كانت بيرمبل ولا امبيرمبل، يعني سواء كانت تخترق هذا الغشاء ولا ما كانت تخترق هذا الغشاء. بس شو يعني هايبر اوزماتيك سايد؟ يعني فعليا قوه القوه الاسموزيه في هذا الجانب، او الضغط الاسموزي او
أو الدفع الأسمودي في هذا الجانب أقوى من الجانب الآخر، هايبر أكبر. تمام، مش أنا حكينا عندي نت ووتر فلو مثلا، نت ووتر فلو مثلا، هاي الرسمة رجع لكم عليها. تمام، نت ووتر فلو هون بيكون من اليسار إلى اليمين. تمام، أنا إذا ضغطت هون راح تكون كمية الضغط اللي بيحتاجه عشان ما يصير في عندي حركة من اليسار لليمين أكبر هون. أنا أصلا صفر حركة وعم تتحرك، أنا هون بدي أسحب، هون بدي أعمل بالسالب هون. تمام، فهي هي فكرتها هون. هايبر أوزماتيك بدي ضغط أسموزي أعلى هون. تمام، هي مش اسمه ضغط أسموزي، أسموزية أكبر من هون. طيب، طب أنت حاني ما حكيت إشي جديد، عارفين وهذا الحكي، بس هذا الحكي هلا النقطة هي راح أحكي لكم إياها راح تعجبكم شوي. هلا في عندي مثلا مادة زي اليوريا مثلا، إذا حطيتها هون تمام ما بصير سميها هايبرتونيك. ليش؟ ممنوع، لأنه هاي اليوريا بيرمابل للسيل ممبرين. أو أنا مثلا حطيت مثلا إنسولي مثل يوريا، خلينا نرجع للصوديوم نفسه. الصوديوم حكينا هون هايبرتونيك وهون هايبوتونيك، هايبر أوزماتيك. كل أحوال اسمع، كل مواد إذا كانت كبيرة هايبر أوزماتيك، كانت قليلة هايبو أوزماتيك، كانت متساوية أيزو أوزماتيك. أي مادة إن شاء الله، أي شيء إن شاء الله، طناجر إن شاء الله، دوالي عقولة مالك. المهم أي صوديوم اعتبروا هاي صوديوم. تمام، أنا إذا شلت الميمبرين هاد تمام رح يبطل اسمه هايبرتونيك، او حطيت ميمبرين وخليته بيرمبل للصوديوم راح يبطل اسمه هايبرتونيك. ليش؟ لانه فعليا يا سيد العزيز الصوديوم هاد اما انت فتحت له المجال ينتقل للجهه الثانيه. يعني مثلا احنا اعتبرنا، خلينا نعتبر انه هون عندي مثلا 15 صوديوم وهون عندي انا 5، اتركهم شوي بصير عندي هون 10 هون 10. فعليا انا ما استفدت اشي، يعني ما صار عندي تونسيتي. مصطلح التونسيتي يطلق على البارتيكل او الجزيء اللي بيكون ما عنده نفاذية. يعني الصوديوم اذا كان عنده نفاذية، ما عنده نفاذية، ممكن اطلق عليه مصطلح الهايبر تونيك او الهايبو تونيك هون يمين او يسار. هاي كلمة تونيك، كلمة تونيك هاي تونيك كلمة. تمام، ما فيني الفظها الا اذا الجزيء او المادة اللي بدي احطها ما بتخترق الغشاء اللي حطيته هاد. تمام، بينما اذا انا رجعت هذا الغشاء وخليته غير نافذ للصوديوم نرجع نسميه هذا هايبر تونيك وهايبو تونيك. بس اذا شلته هاي بصير اسمه هايبر اوزماتيك. بكل احوال شلته ولا ما شلته هايبر اوزماتيك، اي مصطلح الاوزماتيك هذا عادي موجود ان شاء الله، ما شو ما سويت يعني. تمام، بس الهايبر تونيك كلمة التونيك هي نفسها تكون موجودة إذا كانت المادة هاي غير قابلة للاختراق. يعني اليوري إذا حطيتها هون ما فينا نسميها مثلا هاي هايبرتونيك، ممنوع، لأنه فعليا راح تنتقل لهون. هاي مثال ضربته 15 يوريا، 5 يوريا اتركهم شوي بصير هون 10 10، توزع ما بصير في عندي نتفلو، ما بصير في عندي أزموسز. هلا أول شيء أوكي ممكن يصير عندي حركة سريعة، بس بعدين بتوزع وبصير في تساوي. هاي الفكرة. مثلا حاعطيكم امثله عليها. هلا في عندي هون مصطلح ملي اوزمول، تمام، اللي هو مثلا المول ملي اوزمولر. تمام، وفي عندي شيء اسمه كيف احكي، خليني احكي لكم اياه. هلا اخذنا احنا بالكيمياء اخوان المركبات الايونيه او مثلا مركبات الملحيه زي ال NaCl صوديوم كلورايد، كلورايد الصوديوم. أنا لما أحطها بالماء تتفكك إلى صوديوم وكلورايد وكلورين سالب. تمام، فأنا هلا لما أقول لك عندي 150 ملي مولر، معلش عندي 150 ملي مولر صوديوم كلورايد، أنا مظبوط عندي 150 ملي مولر. تمام، بس لما أحطها بالماء بضربها بتني. ليش؟ لأنه أنا فعليا هاي بتتحلل، الصوديوم بتحلل بنفك عن الكلور والكلور بيروح، يعني بضرب اثنين وصير عندي المحصلة 300. تمام، بينما الجلوكوز مركب غير ايوني غير ملحي، يعني احطه بالماء اغليه اطلقه ادعس عليه اكسره ضلوا ثابت. يعني 300 ملي جلوكوز ملي مولر جلوكوز يساوي 300 ملي مول ملي اوز مولر.
تمام، هاي الفكرة، إن شاء الله تكون وصلت. يعني بشكل عام مركبات الملحية يعني ممكن يجيب لك كالسيوم كلورايد، تمام، الكالسيوم موجب 2 وكلور سالب 1، لازم يكون عندي 2، تمام، فبدي أضرب 3 يعني، فبصير عندي 450. منطقي هذا الحكي، تمام. أنا بدي أكتب فكرة، أكيد عارفين هاي الفكرة. هلا أنا أعطيت حاطي مثال هون، عندي السل أوزمولاريتي تقريبا قربت أنا 300، نريحكم من الحسابات يعني أرقام هاي، والامتحان أتوقع هيك بيجيكم يعني إلا إذا حددت لكم، تمام. هلا يا أعزائي المشاهدين، عندي حطيت خلية ب150 ملي مولر ان اي سي ال، هل هو ايزوتونيك؟ يس. ليش؟ لانه فعليا هذا الملي مولر، بس انا بدي ملي اوزمول مضرب 2 بيعطيني 300، المثال السابق اللي شرحته، تمام. هل هو ايزو اوزماتيك؟ حكينا اي ماده ممكن تصير ايزو اوزماتيك، تفرقش معي يعني، تمام. 300 ملي اوزمول ان اي سي ال، هاي اعطيك اياها جاهزه مريحك. 300 ايزوتونيك، ايزوتونيك ايزو ازمتك، يس، انه ايزو انه من الجهتين انه متساويات يعني، برا 300 وداخل خليه 300، فكل الاحوال متساويه يعني 0.9 ان اس، يعني بتحفظوها انه هي تساوي 300 ملي اوزمول. يس يس، 300 ملي جلوكوز حكينا، هاي حكينا، وهي 5%. اذا الدكتور اعطاكم رقم اخر بتحفظوه يعني، الارقام تتغير يعني، مو شيء ثابت تحفظه يعني، تمام. هلا وصلنا لعند اليوريا. هلا 300 ملي مولر يوريا، هل هي ايزونك؟ لا. طب ليش؟ حكينا يا اخوان لازم تخترق، لازم ما تخترق الغشاء اللي الغشاء المحاصر لي الخليه. هلا اذا انا رسمت، تمام، هاي الصوره، هل اعتبروا هاي يوريا، هاي اذا قدرت تخترق الغشاء الخلوي من داخل الخارج، بغض النظر كانت جوا الخليه كانت براتها كانت من السايدين، اذا قدرت تخترق الغشاء او الممبرين البيرمابل ممبرين، خلاص هذا بطل اسمه لفظ التونيك، لا يطلق عليه ابدا، خلاص، تمام. بينما يطلق عليه لفظ الايزو اوزماتيك، تمام، مع انه 300 300 بس فعليا ما لها فايدة، هي وقلتها واحد يعني، انت وتشيلها وتحطها هي قلتها واحد، تمام. هلا ليش؟ خليني اشرح لكم الشغلة هاي يعني، او لا بلاش تعقدوش، والله لا هاي بشرح لكم اياها، انه هاي كاسة، تمام، وهي الخلية، لون ثاني بس عشان تفهموا الفكرة، انه هي وقلتها واحد، تمام. برا عندي يوريا الاحمر، يوريا 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 يوريا، تمام. خلينا نحكي 300، هدول 4 يساوي 300، وجوا ما عنديش، تمام، عندي صوديوم 300 ملي مولر صوديوم، تمام. ايش رايكم راح يصير فيها هي؟ هل راح تصير ايزوتونيك؟ تعرف شو حصير فيها؟ راح يصير فيها سويلينج، راح تكبر. ليش؟ هلا انا قلت لكم انه هذا سؤال تريكي، يعني مثلا هذا اليوريا موجوده هي راح تدخل لجوا، يعني مثلا حكينا عندي مثلا 300 ملي مولر يوريا، تمام، ايش راح يصير؟ راح يصير عندي 150 ملي مولر يوريا داخل الخليه، تمام، زائد 300 الاساسيه الموجوده، تمام، مش عارف ليش بيحرك لحاله، اعذروني يا اخواني يعني، بس كمبيوتر شوي قديم يعني، بس بحاول نرضيكم يعني، تمام. زائد اعتبروها هي زائد اي 300 اللي هي الاصلية من اول، وهي الكاسة حكينا عنها، في 150، وحكينا انها حتوزع بالتساوي وتطلع برا تفوت لجوا، تمام. فعليا بما انه صاروا متساويين، المي بفوت من برا لجوا بحكم خاصية الاسموزية. فانا اقول لك اذا اليوريا لا ما بنفع نطلق عليها هذا الاشي، لانه مش عم تروح دقيقة،
آه، لأنه يا سيدي العزيز هي وقلتها واحد، هي وقلتها واحد، ما يعني هي وقلتها واحد ما لهاش فايدة، فأنا عشان هيك ما بقدر أطلق عليها ايزوتونيك لأنها خرجت من نطاق ال من شو اسمه التصنيف تبع البيرمابيليتي، لأنه فعليا البيرمابيليتي عندي بيرمابيليتي بتخترق بتطلع بتروح، فعليا هي ما بتحكم لي، ما بتحكم لي الكونسنتريشن، ما بتحكم لي بالأزموسس، فعشان هيك أنا ما بقدر أعملها. هلا أنا بدي إياكم تعرفوا يا أعزائي انه انا عندي كل ما زادت البيرمابيليتي بيزيد عندي سرعة التغيير، تمام؟ يعني مثلا انت مثلا ما تجيب كاسة مي وتحط فوقها مصفاي وتجيب ابريق مي وتدير المي بالمصفاي حتمتلئ الكاسة بسرعة، بينما لو جبت منشفة وفوطة ومش عارف ايش حطيتها فوق الكاسة وجبت كنية مي ولا ابريق مي ودرت الميات فوقهم رح يصير في عندي انتقال مياه، ولكن لا بصعوبة. ليش؟ لأن البرميبيليتي عالية تبعت البشكير أعلى من البرميبيليتي تبع المصفاي، نفس الشيء بس الفكرة بالمادة هي تغيرت، اليوريا بتفوت أسرع من الجليسرول، الجليسرول نوع من أنواع الدهنيات. آخر سلايد اليوم، هلا أنا حبيت احطها يا اخر شيء للمحاضره الاخيره، ولكن مش غلط احكي اعطيكم مثال مقدمه للمحاضره اللي جاي. هلا انا يا اخوي الاعزاء فهمنا الهايبرتونيك هايبوتونيك والازمه مولاريتي والاكسترا سيلر كومبارتمنت والانترا سيلر كومبارتمنت، كل هاي التفاصيل عارفينها تمام، وضعنا لوز اللوز فاهمينها ان شاء الله، ما نكون حافظين شيء. انا اسال الله انه يكون شرحي منيح ومرتب. هلا بدي اياكم تركزوا معي، ايش ممكن يصير عندي تغيرات اذا حقنت 1 ب2 لتر مي اي في، اي في يعني انترا فاسكولار. يعني انت فكر هلا انا لما احقن 1 بمي ايش ممكن يصير عندي، ايش اول اشي راح يزيد عندي؟ اول اشي راح يزيد عندي ايش؟ الاكسترا سيلر كومبارتمنت. ليش؟ لانه هي اصلا الاكسس الاكستراسيلولار كومبارتمنت عبارة عن عبارة عن بلازما وعبارة عن انترستيشال فلويد، فعليا بما اذا البلازما زاد حجمها بالتالي يزيد حجم الاكستراسيلولار فلويد منطقيا يعني ورياضيا، تمام. هلا بشكل عام اذا زاد الحجم عندي هل فكرك التركيز يضل ثابت يزيد ولا يقل التركيز؟ ايش قانون التركيز؟ عدد المولات على الحجم، زاد الحجم بده يقل التركيز، تمام، فالتركيز بده يقل. طيب الانترسيلر فلويد فوليوم بده يزيد، انت حقنت ما حقنت اشي مثلا ما بفوت على الانترسيلر فلويد، المي بتفوت على الانترسيلر فلويد، ففعليا حجم الانترسيلر فلويد بيزيد، حجم الخلايا بيزيد، بصير في عندي شوية هيك انتفاخ، والاوزمولاريتي بتقل 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 والحكمات. هاي اخر سلايد يا اخوان، اسال الله العظيم يعني انه يكون يعني هاي المحاضرة الاولى تكون شرحتها بكل مصداق يعني كل احترافية، وإن شاء الله تكون يعني وصلت الفكرة يعني، وأرجو إنه هذا الصعب هذا الفصل راح تاخدوه الفصل الجاي يعني اللي عبارة عن 5 مواد: باثولوجي فارماكولوجي ومايك وفسيولوجي وبايو كيمستري والكوميونيتي، مواد ثقيلة دسمة ما تستهينوا فيها، وأنا بقولكم ادرسوا أول وأول، مواد مهمة للسيستمات أسسوا منيح، ركزوا لي على كل المواد، ما تستقلوا بأي مادة، كل مادة مهمة بمهمة بالمعدل وما إلى ذلك. وأنا إن شاء الله أكون يعني أحاول أضبط شرحي قدر الإمكان مشان تستوعبوا، وأحاول أربطها مع المحاضرة بتاخدوها بحيث إنه حكم جدولكم تغير، إنه خطتكم تغيرت، فأنا يعني راح أضطر أعمل شوية تغييرات على الشرح إن شاء الله يعني، لانه انتم عم تاخذوا مواد، فبحب مثلا فبالعكس انا بدي افيدكم واعمل ترابط بين الفسيولوجيا والمواد الثانيه، يعني حتلاقوا في ترابط منيح بين الفارماكولوجي والفسيولوجيا اكثر اشي وشويه بايو كيمستري يعني ان شاء الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بس خليني اطفيها.